عشاق الوجبات السريعة في اليابان سيعانون من نقص في البطاطا المقلية بسبب نزاع عمالي نشب على الجانب الآخر من المحيط الهادئ. أكثر من 3000 من مطاعم ماكدونالدز في اليابان، أكبر سوق آسيوية لمنتجات البطاطا المجمدة، قالت يوم الثلاثاء إنها ستبيع فقط أجزاء صغيرة الحجم من البطاطا المقلية في المستقبل المنظور وسط تأخيرات حادة في واردات آلاف الأطنان. اللائمة ألقيت على النزاع الذي طال أمده بين 20,000 من عمال الموانئ ومشغلي المحطات وخطوط النقل البحري في 29 من موانئ على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية.